جمال وهدوء قرى الأردن العتيقة، تواجدت كاميرا حلوة يا دنيا لهذا الأسبوع بين تلال العلوك وطرقها وبيوتها. رافقنا الدكتور محمد الزيود، خال شاعرنا الحبيب المرحوم حبيب الزيودي. كان هنالك صدمة كبيرة لجميع الناس المحيطين بحبيب، أصدقاء وزملاء وجيران، كانت صدمة للجميع، لأنه حبيب شاب صغير لم يصل إلى 50 بعد. أنتم سرتم مع نفس الطريق الذي كان يسلكه حبيب ذهاباً وإياباً من العالوك إلى عمان. إلى عمله. سميت لهذه المنطقة اسمها تل القمر. هذه تل القمر. نعم. تل القمر. وهذه القرية هي المسرات، يعني أكثر من مسرة، الواحدة منها مسرة. نعم. ومن بعدها قرية العالوك. هنالك طريق تؤدي إلى جرش امتداداً. أيوه. وطريق إلى اليمين تؤدي إلى الزرقاء. أه. والطريق الذي باتجاه الجنوب. نعم. هو إلى مدينة عمان. نحن الآن في منطقة العالوك والمسرات القديمة. هذه هي المسرات التي نحن فيها، هذه البيوت القديمة الأثرية وهذه البيوت الحديثة على يميننا. المسرات هي كذا موقع مفردها مسرة تدل على السرور والارتياح والغبطة، لأنها جاء في منطقة وادعة هادئة. هذه البيوت من خلال هذه المعالم أكيد عمرها مئات السنين، أما تلك الأحجار القديمة وهي إحدى المسرات فلا تقل، لا يمكن أن يقل عمرها عن 1000 سنة. زرنا مدرسة حبيب، مكان دراسته. يا سيدي، هاي المدرسة اللي درس فيها المرحوم حبيب الزيودي كانت المدرسة ابتدائية. إذا بتطلع على القارمة مكتوب تأسست سنة 1952، يعني قبل 60 سنة من الآن. هي تراثية الثلاث، ثلاثية التراث، يعني هي بوح الزمان وصدى المكان وبذل الإنسان. أيوه. يعني لازم الإنسان يكون له دور فيها. فهكذا الشعراء، مكان شاعري، أحلى مكان، مكان شاعري جميل جدا، يلهم الشاعر، وكذلك الفترة الزمنية. أيوة. وما يدور حول الشاعر أيضا هو ملهما له. نعم. الزمان ويأتي الآن دور الشاعر نفسه، بذل الإنسان. أيوة. فكيف يكون هذا الإنسان باحثا، قارئا، متبصرا، حكيما؟ هذه الثلاثية التي تلازم التراث. أيوة. صوت حبيب وأشعاره كانت صدى في مسامعنا في كل خطوة قمنا فيها في هذه المنطقة الساحرة، مكان طفولة وحداثة حبيب الزيودي. كان يسمعني عندما ألقي. أيوة. ما كان في ريسيفر، ولا إنما كنا نلقي على المسجل العادي. أيوة. المسجل العادي، فكان يعجب بطريقة إلقائي. أيوة. فلهذا كان يسألني كثيرا عن الشعر وعن الإلقاء وعن اللغة العربية وعن النحو والصرف والقافية والوزن كيف يأتي. فتلمذ على يدي في الشعر لأنه فاقد. مطلعها بكيناك دمعا غزيرا وبتنا نراهن هل مت أم نحن متنا، فيا نبض قلبي ويا جرح روحي وجرح العيون التي ما بكتنا، فيا توأم الروح كيف تروح وروحك بالعيد ما ودعتنا.
وأخاطب أم الشاعر اللي هي شقيقتي وأقولها: فيا أمه قلعة من دخان نعتك لنا فاجعات الزمان، فمن يستجيب إذا ما نعتنا؟ حنانيك لا تشعل الذكريات، ولا أين رحنا ولا أين فتنا، وهزي بغربالك المستدير، سيبقى على السطح قشا وتتنا، ويسقط حبا شهيا نقيا، وكم جرعته وكم جرعته. صباح الخير يا عمان، يا حنة على حنة، يا فوح الخزامة والندى ويا ريحة الجنة. صباح الخير يا عمان، يا حنة على حنة، يا فوح الخزامة والندى ويا ريحة الجنة. ويا دارا بناها العز لا هانت ولا هنة، هلي يا جبال فوق جبال بيها المجد يتغنى، وإذا تتبدل الأيام حنا ما تبدلنا. صباح الخير يا عمان، يا حنا على حنا، يل ما تعرف النكران ويل تعطي بلا منا، يل ما تعرف النكران ويل تعطي بلا منا. ويا دار الكرام اللي هلك سنوا الوفا سنة، يل ما تعرف النكران ويل تعطي بلا منا، ويا دار الكرام اللي هلك سنوا الوفا سنة. كفو والدوم يا ابو حسين نبع ونرتوي منا، كفو والدوم يا ابو حسين نبع ونرتوي منا، واذا طلوا ضيوف الخير يوقد هيله وبنا. كفو والدوم يا ابو حسين نبع ونرتوي منا. رحل عنا حبيب الزيودي، لكن ليس شخص كحبيب يرحل عنا، حبيب باقي في اشعاره وكلماته وقصائده، زي ما هالارض باقيه ولاده للمبدعين.